اليوم شباب صبايا اليوم راح نتعرف على إحدى المجالات الجديدة والمهمة كتير في عالم الاي تي، اللي هو مجال التجارة النقالة. فعليا كل العالم حاليا بيتوجه ناحية المتاجر الإلكترونية. أنا ممكن يكون في عندي سوبر ماركت، ممكن يكون في عندي متجر محل ملابس، ممكن يكون في عندي متجر إلكترونيكس، متجر أدوات كهربائية، ممكن يكون عندي أي نوع من أنواع المتاجر. حتى لو أنا بشتغل في مجال الماركتينج، ممكن يكون في عندي اونلاين بيزنس موجوده على العالم الانترنت، اما على شكل مواقع الكترونيه او على شكل تطبيقات موبايل ابلكيشنز اندرويد اي او اس او اي نوع من انواع الموبايل ابلكيشنز اللي احنا بنتعرف عليها او عم بنشوفها كل شويه فيها شيء جديد. في هاي الماده راح نحاول نتناول الجانب النظري بشكل كبير من ناحيه مفاهيم الايكوميرس. لما تيجي انت تشتغل تطبيق انت كموبايل ابلكيشن او كموبايل ديفلوبر، في يوم من الايام بدك تكون تيجي تشتغل متجر الكتروني، ما تقول انا شو بدي في المفاهيم التجاريه لهذا المتجر. انا ما بيعنيني انه انت كيف راح تشتغل الاوردر، كيف راح تعمل عمليه الاوردرنج سيستم، كيف راح تعمل عمليه الماركتنج، كيف راح تعمل عمليه اللويالتي بوينتنج او اي شيء ثاني حتعرف عليه خلال هذا الفصل. لا، انت بيهمك تعرف هاي التفاصيل، بيهمك تعرف هاي الامور، بيهمك تعرف كيف الاي بزنس كلها بتمشي، كيف الالكترونيك بزنس بتمشي، كيف انا بقدر اعمل عمليه مانجمنت من ناحيه نظريه ومن ناحيه تفاصيل وديتيل سيناريوهات لاي موبايل ابلكيشن بيشتغل على الاي ستور. تمام، الامور هذه ليش بتهمك وليش بتعنيك؟ عشان تقدر تطلع تطبيق دقيق. احنا لما نيجي نحكي على تطبيقات تجاره الكترونيه، احنا بنحكي عن نقطه مهمه جدا جدا، بيع وشراء. يعني في عندي عمليات دفع بدها تصير هون. عمليات الدفع يعني فلوس، فلوس يعني ثقه. فانت عشان تكون قادر تعمل تطبيق وانت واثق من نفسك ان التطبيق تبعك سكيور ودقيق، تمام، لانه احنا عارفين يعني ان انا مثلا اجي اطلب طلب، طلب طلع سعره 100 شيكل، فجاه الاقي حالي دافع 150. طب من وين؟ ليش؟ كيف؟ انا وقتها مباشره رح الغي التطبيق وحاعمل قصه وحدوته لاصحاب التطبيق على الخطا اللي صار. هذا ممكن تبع الموبايل ابلكيشن الديفلوبر، تمام، كاحد البارتنر في او كاحد الشركاء المهمين في انتاج التطبيق، ممكن ينتبه لامور لسبب او لاخر غفل عنها تبع الباك اند او اللي عمل الاي بي اي. حتى الاي بي اي يا شباب في عالم الاي كوميرس حاليا صار له كتير طرق للإدارة والمانجمنت تبعه، تمام؟ بالبداية احنا حنبلش أول 3 شابتر تقريباً، حيكونوا شوية فيهم المحتوى النظري، هذا نتعرف على المصطلحات اللي راح تسمعوها كتير في عالم الإي كوميرس أو في عالم الإي بزنس. وبعد هيك إن شاء الله بنعرفكم على شوية فريم وركس جديدة أو مش جديدة بالسنوات ولكن منتشرة بالاستخدام حديثاً، نعمل من خلالها مانجمنت ل موبايل ابلكيشنز او لحتى لويب سايت او لموقع الكتروني في عمليه بيع وشراء. نشوف الليرنينج اوبجكتيف تبع السلايد الاول. بدنا نتعرف على الاي كوميرس، اكيد كلكم سمع فيها وكلكم اعتقد بتشوفوا قديش في كورسز اونلاين موجوده على الاي كوميرس. رح نتعرف عليها، راح نشوف ايش الكاتيجوريز تبعتها، من ايش الاصناف تبعها للاي كوميرس، ايش في التفاصيل لإلها، تمام. حنشوف المحتوى والفريم ورك المختلفه اللي صارت تستخدم عشان نعمل عمليه مانجمنت للاي كوميرس. بدنا نشوف الميجر تايبس اوف اي كوميرس ترانزاكشنز. ترانزاكشن هي التنقلات الماليه او شو التبادلات اللي بتصير عندي في عالم الاي كوميرس. بدنا كمان شباب صبايا بدنا نوسع الافق تاع التفكير تبعنا. الاي كوميرس ما بتشمل فقط على عمليه البيع والشراء، بل ايضا تتضمن عمليه الماركتينج، عمليه خدمه العملاء الكاستمر سيرفيس، عمليه اللويالتي فور كاستمرز. كيف انت يعني كيف انت تجذب الولاء تاع الكاستمر هذا انه يكون فعلا فعلا بيستخدم التطبيق تبعك فقط. بل عمليه اللويالتي للكاستمر كيف انك تخليها للتطبيق تبعك بتشمل تفاصيل كثير، وان شاء الله هنتعرف عليها خلال هذا الفصل. حنشوف خلال الفصل كمان شوية الاي كوميرس الويب 2، هاي من التولز الجديدة في الاي كوميرس، او سوري انا بقول جديدة بس مش انها جديدة بالسنوات، احنا بنحكي عن عشرات السنوات الى هذا التفاهم موجودة، ولكن الانتشار الواسع تبعها انها تكون واصلة لكل مكان ولكل بيت، فاحنا بنحكي تقريبا عن 4 او 5 سنوات.
describe social commerce and social software, كيف السوشيال ميديا الموجودة عندي وكيف أصلاً أنا العمليات الاجتماعية الموجودة في المجتمع بشكل واقعي تمام كيف وظفوها في عالم الكوميرس. Understand the elements of the digital world, كيف العالم الافتراضي هاد كيف أنا بقدر هلأ إحنا كلنا نعرف الأسواق الفيزيائية خلينا نقول الموجودة على أرض الواقع اللي أنت بتروح بنفسك تشتري منها. نفس ما في عندي سوق فيزيكال في عندي سوق ديجيتال من ديجيتال ماركت يعني ديجيتال وورلد عالم كامل افتراضي انت بتطلب منتجات وانت قاعد في البيت والمنتج بيكون اصلا انت مش عارف المصدر تبعه وين ولا المصنع تبعه وين بس انك في موقع معين انت معتمد زي اي باي زي امازون زي كثير من المواقع الموجوده حاليا بتفوت بتشتري المنتج اللي انت بدك اياه وانت اصلا ما بتعرف المنتج هذا وين موجود حاليا بيديك التفاصيل تبعته من المصنع من الخصائص من الاسعار من اي ديتيلز ثانيه مهمه بتعني الكاستمر بهذا المنتج بس انت فعليا ما بتكون عارف هو وين موجود اسبوعين ثلاث اسابيع حسب الظروف حسب المكان اللي انت فيه بتلاقي ان المنتج وصل لعندك. هذا كله ديجيتال وورد كيف ماشي شو المفاهيم تبعته شو العناصر تبعته. Describe the drivers of EC e-commerce as they relate to business pressures and organizational response. في أشخاص خلينا نقول اللي بدأوا أو اللي قادوا عملية الإي كوميرس في العالم هدول إلهم البزنس تبعيتهم وفعلياً إلهم الوزن الاقتصادي والضغط الاقتصادي اللي موجود في هذا السوق في هذا المجال تمام وكيف المؤسسات المختلفة اللي بتشتغل في مجال الإي كوميرس استجابت لهاي التفاصيل. هنشوف شوية مودلز للإي سي بيزنس يعني كيف ماشية كيف النماذج تبعتها إيش الأنواع الموجودة فيها كيف ممكن استخدمهم شو الفائدة أن يكون في عندي إي كوميرس لأي أنا مصنع ملابس جاهزة شو الفائدة أن يكون في عندي إي كوميرس ليش أعمل متجر إلكتروني لإلي ليش أعمل موقع أو تطبيق وأبيع في منتجاتي. طبعاً كلنا حالياً بنعرف ليش السوق العالم كله أصلاً فتح على بعضه أنت بتكون في غزة بس بتكون عارف شو المنتجات اللي في تركيا شو نوعية المنتجات اللي في تركيا كمثال بتكون عارف مثلاً المنتجات اللي في أمريكا شوف الشركات الرائدة في أمريكا شوف في أشياء هلأ موجودة هناك كيف إحنا عرفنا هاي التفاصيل بسبب الإي كوميرس بسبب أنه صار في عندي مواقع بتعمل عملية ماركتينج أو سيلينج لهاي الأيتيمز أو لهاي البرودكتس. وحنشوف list and describe the major limitations of EC شو الأشياء اللي قيدت الEC لحتى الآن ليش الEC ما بنشوفها في كل المجالات تمام حنشوف هاي التفاصيل كلها إن شاء الله بالتدريج. بداية خلونا نتعرف على electronic commerce definitions and concepts. الEC electronic commerce the process of buying, selling or exchanging products, services or information via computer. هاي بشكل بسيط أي شيء أنت بتتبادر لما بتروح على المحل تشتري أي قطعة أي جهاز تمام أي خدمة لأنه بس مش يعني عملت بيع وشراء ما بتشمل فقط البرودكتس لا بتشمل كمان السيرفيسز تمام أي عملية أنت بتديرها على أرض الواقع ممكن إنك تديرها عن طريق جهاز الكمبيوتر تبعك وعن طريق الإنترنت طبعا أنت هيك صرت في مجال الإي كوميرس. عملية buying, selling, exchanging products, services or information via computer. طبعا هتستغرب ايش يعني services ايش يعني information. كمثال انت نفترض انه ازمة الكورونا اشتدت على الاخر وانت كلياتنا احنا عندنا خدمات انترنت في البيت وكلياتنا مشتركين مع شركات. طيب انا بدي هلأ tools انه انا تخليني ادفع الاشتراك تبعي من البيت مثلا. هاي انت اشتريت سيرفيس انت ما اشتريت منتج حقيقي ملموس بايدك انت اشتريت خدمه من شركه الانترنت مقابل مبلغ من الفلوس وانت دفعته عن طريق موقع الكتروني هادي برضو اي كوميرس تمام. الانفورميشن شو يعني انفورميشن كلياتنا بنعرف الاونلاين كورسز الدورات الالكترونيه الموجوده على الانترنت الاونلاين كورسز انت لما تفوت وتشترك باونلاين كورس من هذول وتدفع سعر الكورس وتحضر الكورس انت شو اشتريت ما اشتريت انت برودكت ملموس انت اشتريت انفورميشن اشتريت نوليدج معرفه معلومات اكتسبت مهاره اشتريت سكيل مقارنه مقابل الفلوس اللي انت دفعتها هاي برضو اي كوميرس. يعني اي شيء بيتم تبادله بين الكاستمر باي ذا واي
في حاليا كمان كونسبت جديد انه انا ممكن افوت مثلا على اونلاين كورسز، انا بدي اتعلم كورسات من الموقع، بس في المقابل مثلا انا ما عنديش امكانيات ان انا ادفع كل هاي الاسعار، فصار في شوي ابروش، طبعا هو نادر مش كثير منتشر، اني انا ممكن اكون ترينر واكون تريني بنفس الوقت، يعني انا اكون مدرب، يعني انا اعطي كورس بمهاره موجوده عندي، وهذه المهاره اللي انا بعطيها بمقابلها بيعطوني مثلا كورسات ثانيه، او انا باخذ كورسات ثانيه موجوده في الموقع لمجالات ثانيه انا حاب مثلا استزيد فيها. يعني حتى عمليه البيع والشراء ما بتشمل هنا لوجود فلوس بشكل فيزيكال، تمام؟ طيب ايش الاي بزنس؟ الاي بزنس هلا احنا بدنا نوسع التفكير تبعنا، انا مش بس بدي ادفع واخذ، لا انا ممكن يكون في عندي اي بزنس مسؤول عن عمليه الماركتينج، انا لا بدفع ولا باخذ. مثلا في نقول في الشرق الاوسط مجموعه متاجر جودتها عاليه، تمام، بتصنع منتجات يعني بروفيشنال، مش مفتوحه لسه على السوق الاوروبي. انا مثلا شخص من هذا الشرق الاوسط وكنت متعرف يعني شوي مطلع على هاي المنتجات، رحت على امريكا كمثال، لقيت انه المنتجات اللي انا كنت اتعامل معها او اللي انا شفتها الكواليتي تبعتها بتاهلها انها تكون موجوده وين؟ في السوق الامريكي، بس انا مش حقدر اصنعها ولا اني انا حقدر استوردها ولا اي شيء. بروح بعمل ويب سايت، بما اني انا كنت في امريكا وعشت في امريكا وشفت الناس هناك كيف بتفكر، كيف ممكن اجذب انتباهها، بروح بعمل موقع او متجر للتسويق، تمام؟ يعني انا فعليا ما بأملك منتج، تمام، ولا انا اللي حستفيد منه بشكل كامل، ولا اني انا اللي حبيعه اياه بشكل مباشر، لا انا مجرد جبت هذا الشخص اللي في الشرق الاوسط قلت له تفضل اعرض منتجتك عندي، طبعا بعرض منتجاته عنده مقابل مبلغ من المال، وهذه المنتجات انا مسؤول ان انا اسوق لك اياها واوصل لك اياها لمين؟ للسوق الامريكي. هاي انا هيك انا فاتح هيك اي كوميرس بزنس، بس انا مش ببيع وبشتري فقط، لا عامل خدمه، يعني الناس المتاجر اللي اشتركت معي في موقعي اشتركت معي ودفعت فلوس مقابل التسويق لمنتجها، يعني هي بالاخر هي اللي حتبيع وهي اللي راح تاخذ المربح، بس مقابل ان انا اجت هي وحطت منتجها عندي وانا سوقت لها اياه في السوق الامريكي انا اخذت فلوس. هان صرنا بنحكي عن اي بزنس، ما بنحكي عن اي كوميرس فقط. فالاي بزنس بوردر او برودر ديفينيشنز اوف اي سي، حاجه مفهوم اوسع من مين؟ من الاي كوميرس او الاي سي. includes not just the buying and selling of goods and services but also servicing customers, cooperating with business partners and conducting electronic transactions within an organization. انا تمام، انا والله مثلا بنك اكس، انا لقيت المتجر الالكترونيه صارت موجوده عندي كثير في السوق وصار بدها خدمات ماليه. خدمات الماليه احنا بنسميها البيمنت جيت واي، بوابات الدفع. بروح انا كبنك هيك اوريدي انا اصلا عندي خدمات الماليه الموجوده، بقول للمتاجر اللي بلدي والله انا حاملكم بوابه الدفع، تاخذوها تشتريوها بتركبوها عندكم على مواقعكم، بصير يدفعوا الزباين والكاستمر باستخدام الفيزا كارد الماستر كارد اي انواع من انواع الكارد الموجوده عندنا في العالم. طبعا برا في كتير انواع كارد ثانيه غير الفيزا والماستر كارد، كل دوله تقريبا بتتفرد بانواع مختلفه، كلهم مبنيين على مفهوم الفيزا والماستر كارد، بس انه بنلاقي انواع ثانيه. كمثال لو حدا فيكم حيتطرق في يوم من الايام للمتاجر الالكترونيه، مثلا في السعوديه في عندهم بطاقه مدى، وهذه بطاقه مشهوره كثير منتشره عندهم زي انتشار الفيزا والماستر كارد في العالم، فاي تطبيق سعودي حتشتغله في يوم من الايام حيكون في دفع، عارف لك انا والله بدي الخدمه تبعتي تكون من ضمنهم فيزا وماستر وبطاقه مدى، وكثير بيركزوا عليها وكثير بيستخدموها. هان انا كبنك لما عملت البيمنت قلت له انا دخلت في الاي كوميرس، بس ما دخلت من باب المتجر، لا انا دخلت اني انا عملت كولابوريتنج مع هاي البيزنس، مع هذا المتجر الالكتروني، تعاونت معه واعطيته السيرفيس يستخدمها في متجره، تمام. هان صرنا بنحكي عن مفهوم اكبر من الاي كوميرس اللي هي الاي بزنس. اني انا مثلا في شغله ثانيه، في هلا يمكن بتسمعوا عن الاس ام اس، لما انت تفوت على اي متجر بتسجل رقم جوالك بيجيك الكود على الاس ام اس تبعتك، صح؟ على جهازك بيجيك على رقم جوالك بيجيك رساله فيها كود الاكتيفيشن،
ممكن في متاجر هلا عشان ندفع لازم انا يرسل لي كود عن طريق الجوال وانا ادخله على المتجر عشان اكد عمليه الدفع بالفيزا او الماستر كارد تبعتي حتطلع على التطبيق. هاي حاليا حاليا صار في جهات مختصه فيها، يعني في جهات بتبيعك الاس ام اس هذه. هذه صار في عندي انا ايش عمليه كولابوريتنج برضو، هذه بنسميها اي بزنس. يعني بطلنا نفكر فقط في المتجر وان انا احط منتجاتي والناس تشتريها مني، لا بدي اوسع الافق تبعي، بدي افكر في عمليه الماركتنج، كيف بدي اسوق المنتجات تبعتي. تمام، يعني انا ممكن اعمل التطبيق بعدين اسلمه لجهه معينه لشركه معينه مسؤوله على الاي ماركتنج، تسوق لي المنتجات، ترجع لي التطبيق، ترجع لي الالوان والتفاصيل، كيف شكل التطبيق تبعي، كيف شكل الواجهات، كيف شكل الصفحات، بحيث اني انا اقدر اوصل لاكبر شريحه ممكن. فهنا مش بس عم نتبادل، مش بس عمليه باينج وسيلينج للجودز، لا صار في عندي عمليه سيرفيس للكاستمرز، خدمات عملاء. في هلا جهات معنيه، انا متجر الكتروني بس ما بدي، تمام، ما بدي تكون الكاستمر سيرفيس عندي في شركتي، ممكن اروح اشتري كاستمر سيرفيس من شركات ثانيه بت 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 يعني بتديني هاي الخدمه مقابل ماده، اقولها انت المسؤوله انا عمليه كاستمر سيرفيس. هذه برضو جزء من الاي بزنس او الاي كوميرس. تمام، ممكن انا متجر ببيع اجهزه كهربائيه فقط، فحسيت انه السوق تبعي كبير وفي عندي كتير ناس بتشتري وصار في طلب على اجهزه اللابتوب وعلى اجهزه الجوال، بروح انا والله ما بدي افتح هذا السوق على نفسي. يعني انا حاليا مثلا مش جاهز اني انا افتح سوق جوالات ومثلا لابتوبات في لإلي بشكل شخصي، بس مثلا والله بعرف شخص معين عنده متجر الكتروني ببيع اللابتوبات والكمبيوترات، بقول له شو رايك نتعاون انا وانت، تمام، انت تسوق منتجاتك عندي، منتجاتي عندك وانا اسوق منتجاتك عندي، فهيك انت بتكون فتحت على حالك سوق جديد وانا فتحت على حالي سوق جديد واستفدنا من طلبات الزبائن تبعوني وتبعونا. تمام، هيك الكل بيستفيد. هلا صرنا بنحكي عن عمليه كولابوريتنج، عمليه تعاون بين البزنس الموجودين عندنا او البزنس بارتنر. والالكترونيك transactions اللي هي حكينا عنها التبادلات المالية اللي موجودة، زي مثلا أنا بنك أروح أعمل payment gateway وبالدفع وأزود فيها المتاجر الإلكترونية. خلونا نشوف شوية نتعرف على الإيكوميرس أو شو المفاهيم اللي رح نطرق لها خلال هذا السلايد أو أنواع الإيسي organizations. في عنا brick and mortar، brick and mortar organization اللي هي old economy، الاقتصاد المتعارف عنا عند الكل. تمام، زي مثلا انه انا ببيع وبأشتري وكل شيء physical products. تمام، physical products by means of physical agents. شو يعني؟ تعرف طبعا كل التوكيلات تاعت ابل، تاعت توشيبا، تاعت ماك، تاعت اي يعني سامسونج، تبعت اتش تي سي، تبعت هواوي، كل هاي التوكيلات بتدخل في مجال الاي اورجانيزيشن او الاي سي اورجانيزيشن، بس من نوع بريك اند مورتر. شو يعني؟ انا مصنع في امريكا بصنع اجهزه معينه، نفترض ان احنا مصنع بنصنع اجهزه الابل، انا طبعا كمصنع رئيسي مش حقدر اروح افتح مصنع زيه بالضبط وين في مصر او في فلسطين، بروح هناك بقول انا يا جماعه بدي وكيل لإلي. فبيجي شخص معين بيجي بيشتري مني منتجاتي وبروح بسوقها في البلد تبعتي. هنا احنا لسه جوا الاي كوميرس، ليش؟ لانه فعليا التداول المالي والتبادل المنتجات صار عن بعد، بس مش من خلال موقع، من خلال فيزيكال ايجنتس، من خلال شخص موجود فاتح برانش لإلي او فاتح فرع لإلي، فاتح توكيل لإلي، ببيع منتجاتي بسوقها بشكل مباشر بينه وبين الكاستمر. يعني في عندي عمليه اي كوميرس بس فيزيكلي، الايجنت الشخص اللي باعني انا رايح وشفته، انا رحت على التوكيل تبعه او على الفرع تبعه واشتريت بنفسي واشتريت المنتج وشفته بايدي كفيزيكال برودكت. في عندنا الفيرتشوال او البيور بلاي اورجانيزيشنز، اورجانيزيشن ذات كوندكت ذا بزنس اكتيفيتيز سلولي او سوليلي اونلاين. يعني انا بوصل لك المنتج تبعي، تمام، بس شو؟ اونلاين. طيب نشوف الكليك اند مورتال. الكليك اند مورتال اورجانيزيشن
تمام او الكليك اند بريك اورجانيزيشن اورجانيزيشن ذات كوندكت سم اي كوميرس اكتيفيتيز يوزوالي از ان اديشنال ماركتنج شانل. يعني هلا الفيرتشوال البيور بلاي اورجانيزيشن انا فقط ببيع اونلاين زي الصفحات الاونلاين اللي انتم بتشوفوها كثير عندكم، بس الكليك اند مورتر انا متجر، انا اصلا يعني مصنع او صاحب محل ملابس، ورحت غير عن المحل تبعي الموجود على أرض الواقع رحت عملت كمان تطبيق أبيع منتجاتي على تطبيقات الهاتف. يعني أنا أريد في عند الفيزيكال أبروش، وفي نفس الوقت حبيت أني أنا أعمل الإيكوميرس أكتيفيتيز أو أنا أعمل لإلي كمان متجر إلكتروني وأبيع فيه المنتجات تبعتي. تعالوا نشوف الأكتيفيتيز تبعت الإيكوميرس بشكل عام. في عملية الأوردرينج، عملية البايمنت، يعني أي إيكوميرس سيستم حيكون فيها الأكتيفيتيز. في عندي أوردرينج طلبات، البايمنت الدفع، أوردر فولفيلمنت. إيش يعني أوردر فولفيلمنت؟ عملية إنهاء الطلب. في عندي الدليفري شيبمنت، عملية التوصيل، تمام؟ هلا إحنا أخذنا الثلاث أنواع اللي قبل اللي هما كاختصار نون إي سي، بيور إي سي، بارشال إي سي. البيور إي سي اللي بس أنا عندي متجر أونلاين ما عنديش متجر على أرض الواقع. بارشال إي سي إن أنا بكون في عندي متجر على أرض الواقع ورحت حبيت أضيف كمان المتجر الأونلاين الموجود عندي. طب تعالوا نشوف في تحت حتلاقوا هنا النون إي سي الأكتيفيتيز اللي هون الثلاثة الأوردرينج والبايمنت الأوردر فولفيلمنت دليفري شيبمنت. هل بتصير بشكل فيزيكالي او بشكل مين؟ ديجيتال. بشكل فيزيكالي او بشكل ديجيتال. هلا بالناحيه النون اي سي، تمام، النون اي سي الاكتيفيتي بتصير بشكل فيزيكالي، طبعا الاوردر فولفيلمنت عمليه انهاء الطلب برضه حتصير بشكل فيزيكالي، والدليفري شيبمنت برضه حتصير بشكل فيزيكالي. ليش؟ لانه اصلا احنا بنحكي عن فيزيكال ستور، ما عم نحكي عن اي ستور اساسا، تمام؟ كل عملياته بده يديرها بشكل فيزيكلي عن طريق الاشخاص. اما البيور اي سي اوردر بايمنت والاوردر فولفيلمنت والدليفري شيبمنت كلها بتصير على شكل ديجيتال. شو يعني على شكل ديجيتال؟ انا باجي بفوت على المتجر تبعه، بادي المتجر هذا بطلب طلب تبعي وبدفع عن طريق الفيزا والماستر كارد. هو المتجر لما بيجي يستلمه عن طريق اللوحه تبعته بيكون في عنده مانجمنت داشبورد معينه لها طريق لها طرق كثير مختلفه حاعرفكم عليها قدام. بيجي من خلال هاي الداشبورد بروح بيعمل فولفيلمنت للطلب تبعي، بيسكر الطلب، بنهيه، بيغير الحاله تبعته، بيغير التفاصيل، بقول انه مثلا والله تم الشحن، تم وصول الطلب، تم مش عارف شو، كل هاي التفاصيل بسميها اوردر فولفيلمنت. عمليه المانجمنت على الاوردر. الدليفري والشيبمنت ممكن انا ما بدي افوت في عالم الشيبمنت خالص او عمليه التوصيل، بروح بشترك مع شركه توصيل، بعمل بيني وبينها تنل معينه، يعني قناه اتصال معينه، بديها الطلبات ولا والله في طلب 1 2 3 بدك توصليه من نقطه اكس لنقطه واي. فانا فعليا من عندي ما شحنت، انا رحت تواصلت الكترونيا مع شركه التوصيل وقلت لها خدي وصلي لي هاي المنتج. فعليا المعظم حاليا صار هيك، ما فيش حد بيقوم بكل العمليات تاعت المتجر تبعه. انا بعمل متجر الكتروني ببيع فيه البرودكتس تبعتي بس في شخص في شركه ثانيه بتواصل معها الكترونيا ببعث لها الطلب تبعي على الداشبورد تبعتها هي اللي بتوصل. في شركات ثانيه مسؤوله مثلا انا ببعث لها الطلب تبعي وهي بتنهي عمليات الدفع. هاي التفاصيل كلها بتصير بالبيور اي سي بشكل ديجيتال. تعالوا نشوف البارشال اي سي. بارشال اي سي اني انا بيكون في عندي اوريدي متجر، والمتجر هذا اوريدي انا اصلا يعني عامل فيه خدمه الدليفري، تمام؟ فبروح بعمل موقع الكتروني او تطبيق الكتروني جديد. بروح بعمل متجر الكتروني، بصير ببيع يعني بستقبل الطلبات وبصير عمليات الدفع والاوردر فولفيلمنت كلها الكترونيا، بس انا اصلا عندي متجر وعندي اشخاص كانوا يعملوا له دليفري، فبروح بستفيد منهم، انا بقول لهم انا بدي اوصلكم، فبتكون في البارشال اي سي عمليه الدليفري شيبمنت بشكل فيزيكال.
هذول اللي هون ما تركزوا لي فيهم كثير لانه هذول انواع ثانيه راح اتعرف عليهم لقدام بالاي كوميرس. تمام، اللي قاعدين لي انا الكومباريزون بين النون اي سي البيور اي سي بارشال اي سي بالاكتيفيتيز هذول الاوردرينج والبيمنت والاوردر فولفيلمنت دليفري شيبمنت، مين فيهم فيزيكال ومين فيهم ديجيتال. هلا راح نشوف ان شاء الله في الجزئيه القادمه او المحاضره القادمه راح نشوف الالكترونيك كوميرس ديفينيشنز والكونسبت تبعيتها، راح نتعرف على الالكترونيك ماركتينج، راح نتعرف على الانترنت الاكسترنت، شويه تفاصيل او مفاهيم او مصطلحات داخله في عالم الاي كوميرس.